من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بنتيجة قمة حلف شمال الأطلسي التي أكد أنها حققت تقدما فيما يتعلق بالتزامات الدول الأعضاء. كما شدد ماكرون على ضرورة ألا يندفع الحلف إلى التوسع، مشيرا إلى أن بلاده ستلتزم بحصتها من الإنفاق العسكري في الحلف بمقدار 2% من الناتج القومي بحلول عام 2024. Et il nous reviendra à ce moment-là de prendre les bons choix. Et il est sûr que nous devons, sur tous les sujets... عبر سكايب معنا من بروكسل أستاذ محمد رجائي بركات، الكاتب والمحلل السياسي. أحييك أستاذ محمد. أهلا بكم. هل هناك ضامن لالتزام دول التحالف ناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي فعلا؟ لا يوجد ضامن، وتصريح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عندما قال أننا سنرفع ونزيد المساهمات بحيث تصل 2% من الناتج الداخلي الإجمالي من الآن وحتى عام 2024 هو الالتزام السابق الذي كانت قد التزمت به فرنسا. نعم. فبالتالي أعتقد لا جديد في هذه القمة، يعني جرت محاولات في السابق في البداية وقبل القمة من قبل الرئيس الأمريكي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي المساهمة في حلف الناتو من أجل زيادة نفقاتها. طبعا يقال حسب بعض المصادر المطلعة أنه في بداية اللقاء اليوم كان هناك توترات، وأنه هدد أنه في حال عدم زيادة المساهمات بحيث تصل إلى 2% فإنه سينسحب، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من حلف شمال الأطلسي. كيف تقيمون هذه التهديدات أستاذ محمد؟ طبعا ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من حلف شمال الأطلسي. حلف شمال الأطلسي هو منظمة عسكرية وسياسية أيضا، يعني نجد عندما يجتمع وزراء الدفاع الدول الأعضاء يجتمع أيضا وزراء الخارجية، ورأينا أن القمة قمة حلف شمال الأطلسي هي قمة يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات، فبالتالي ليس مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب لأنه يمثل موطئ قدم لها في أوروبا. هل تعتقدون أن هذه الوعود الأوروبية بزيادة الدعم والإنفاق الدفاعي يمكن أن تثنيه عن هذه التهديدات فيما بعد؟ هو غرد يوم أمس وطالب الدول الأعضاء بأن يتم زيادة المساهمات بنسبة 4% وليس فقط 2%. فبالتالي وطبعا اليوم تم التراجع ويتم التحدث عن 2%، ولكن نجد أيضا من ناحية أخرى أن الرئيس الفرنسي يقول أننا سنزيد وستصبح 2% بحلول عام 2024، فبالتالي تزيد في الموقف. ويجب أن نعلم أن دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الحلف لديها الكثير منها مشاكل اقتصادية، مشاكل مالية، فبالتالي والرأي العام في أوروبا الآن لا يريد أن يتم الاستثمار بشكل كبير في الجانب العسكري، يعني هناك تقنين في النفقات المتعلقة بالضمانات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، التعليم، الصحة في دول الاتحاد الأوروبي أو في معظمها، فبالتالي الرأي العام لا يريد ذلك. يعني وجدنا أنه في بلجيكا يوم السبت الماضي كان هناك مسير مظاهرة ضد قدوم رئيس ترامب، في عواصم أوروبية أخرى نفس الشيء. فلا أعتقد أن لا توجد إمكانيات مالية لدول الاتحاد الأوروبي بحيث تزيد تلك النفقات. أيضا يعني هناك مشاكل أخرى يعجز الاتحاد الأوروبي عن حلها، مشكلة اللاجئين والاستثمار من أجل تنمية الدول المجاورة لليبيا والدول التي يأتي منها هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. ونجد أيضا أن الاتحاد الأوروبي غير قادر ماديا على تلبية كل هذه الطلبات، فبالتالي أعتقد من الصعب على الدول الأوروبية أن تزيد مباشرة، لأنه هو اشترط فورا أن يتم زيادتها بحيث تصل 2%، فلا أعتقد ذلك. ماذا عن الرأي العام الأمريكي؟ هل لديه نفس المتطلبات التي يمثلها الرأي العام الأوروبي برأيكم؟
الرأي العام الأمريكي طبعا هناك البعض من يؤيد الرئيس ترامب في مواقفه وأسلوبه في التعامل مع الدول الأخرى، وهناك من يرى أن هذه المواقف والتغريدات التي يقدمها الرئيس ترامب تسيء إلى العلاقات مع الدول الأخرى وتسبب البلبلة على مستوى العلاقات الدولية، مبادرات الاقتصادية التجارية السياسية أيضا. فبالتالي هناك انقسام. على سبيل المثال عندما فرض الرئيس الأمريكي جمارك على المنتجات الصينية بحيث تقدر بمبلغ الأموال التي سيجنيها من تلك من فرض الجمارك تبلغ نحو 34 مليار يورو، قامت الصين بفرض جمارك على 550 منتج تقريبا، معظمها من المنتجات الزراعية، بحيث تستعيد تسترجع 34 مليار يورو. وطبعا فيما لو استمر الوضع هكذا فإن المزارعين الأمريكيين والمنتجين الأمريكيين سوف يتضرروا ويقل تصديرهم إلى الصين. فبالتالي يعني هناك بالنسبة لأوروبا أيضا عندما مارك بنسبة 25% وعلى الحديد والصلب وجمارك أخرى على الألومنيوم، خسائر دول الاتحاد الأوروبي تقدر ب 6.3 مليار، الاتحاد الأوروبي بدوره قام بفرض جمارك على المنتجات الأمريكية بحيث يسترجع هذا المبلغ. فبالتالي لن تكون هناك فائدة، يعني هو يقوم بفرض جمارك ويريد أن يسترجع أموالا من العوائد الجمركية والدول الأخرى ترد عليه بنفس الأسلوب. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد رجائي بركات الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بروكسل.